لك موقف فالجمهور بينتصر لموقفك. جينا لفقرة الأسئلة، من حق كل واحد من حضراتكم إنه يسأل التاني. تنزل عن دورك برضو ولا تسأل؟ مش عارف، أنا في الحاجات دي بتلخم. عارف أسأل إيه؟ أقول إيه؟ تعرف أنت تديني أي حاجة؟ أنا طيب؟ مستعد أديك سؤال. أنا نفسي لا، هو الموضوع ببساطة شديدة. عندك سؤال؟ هسأل بقى. اتفضل. هبدأ أفكر في دماغي كده وأسأل. بص، هنا السؤال. طمان وهو اسم مهم عنده جمهور النادي الاهلي في اطار انه راجل مذيع ومقدم برامج في قناه النادي الاهلي، وله دور مهم واثر على صفحاته او على جمهور النادي الاهلي على السوشيال ميديا. وانا ضد هذا المبدا، لكن عاوز اشوف رايه. هل اما يتقال على محمد فارس طمان انه لجنه من اللجان، هل ده بيأثر بيزعله ولا بيشوفه يعني اما اكون في خدمه النادي الاهلي؟ اطلاقا. لان انا بالنسبه لي انا عندي اراء تختلف احيانا وانا داخل المنظومه مع صانع القرار، وله كل احترامه من يدير النادي الاهلي ومجلس اداره، يعني حقق من النجاحات بقياده كابتن محمود الخطيب وكل الموجودين نجاحات عظيمه جدا، ولكن هذا يعني ان لديهم دائما القرارات المطلقه الذي لا يختلف عليها احد داخل المنظومه؟ لا طبعا، احيانا كتير جدا بيكون في وجهات نظر مختلفه في بعض الامور، في بعض القرارات، في بعض المواقف مع اتحاد كوره، مع اتحاد افريقي، في بعض الامور العامه يعني. فانا بالنسبه لي انا رجل محسوب على منظومه النادي الاهلي، اذا يعني طبعا استحق ان انا انال الشرف ده وان انا اقوله يعني. فانا في النهايه طبيعي عندي ما يعرف بالسياسه العامه للنادي الاهلي، الاطار العام للمنظومه اللي انا بشتغل فيها، دولاب العمل الاداري الذي احترمه وافهم معناه كويس جدا. فطبيعي يعني؟ ان انا اكون مبلغ لا طبعا، دي اكواد اي حد يعرفها في عمله، والا هو يكون شخص غير مسؤول. انت لو بتعمل في جريده ما بيجيش رئيس التحرير يقول لك خلي بالك انت الصبح هتعمل كذا 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 والا انت بتخالف ميثاق الجريده. لا طبعا، انت موجود في منظومه بتكون عارف بس دولاب لازم العمل الاداري بتاعها. الميثاق بتاعي طبعا طبعا، وميثاق النادي الاهلي معروف لدى اي عامل بالنادي الاهلي باعتبار اساسا تاريخ النادي الاهلي، مش شرط ان حد يقوله. قلت ان عندك اراء اختلفت مع اداره النادي الاهلي، ازاي؟ انا كان عندي موقف شهير جدا في ريني فايلر، يعني تخيل مدرب نجح مع النادي الاهلي، كان لدي راي واضح مع استقدام ريني فايلر، ان انا كنت شايف ان احنا خارجين من تجربه لازارتي، وهي تجربه كانت سيئه جدا، خماسيه سان داونز احداث صعبه جدا، كانت ليس الاختيار الافضل. رحنا لسيفي زي وقتها ريني فايلر، انا كنت مع اختيار مدرب فرص نجاحه كانت اكبر، ولكن طلع مجلس الاداره صح رغم ان انا اختلفت معاه وقتها، اختلفت في قناه النادي الاهلي، اختلفت على وسائل التواصل، اختلفت على السوشيال ميديا، بل بالعكس البعض تحدث معي في وجهه نظر النادي الاهلي. يا جماعه لا، وجهه نظرنا في 1 2 3. قلت وجهه نظر الاداره تحترم، انا لدي مساحه من الحريه ان انا اقول وجهه نظري في المدرب بما لا يتعارض ان له كل الدعم كمدرب للنادي الاهلي. ثم حصل الموضوع، وبل بالعكس اداره النادي الاهلي طلعت هي اللي على صواب مش انا. ماشي، بالمناسبه بس يعني ده مش اختلاف مع النادي الاهلي. اختلاف مع النادي الاهلي يعني اختلاف في قرار مجلس اداره، ده تختلف معاه، ما حصلش وما بقاش النجاح لازم يحصل يعني. بس انا قصدي ده الاختلاف، ده اللي انا فهمه، الاختلاف مع القرار مش مع وجهه نظر. لا احيانا بيكون في امور كتير يعني، مثلا اما النادي الاهلي طلع 22 بيان ضد الوداد، كنت شايف انه غلط؟ لا، شايف ان ال 22 بيان اللي طلعوا، 22 بيان فعلا طلعوا من النادي الاهلي ضد الوداد ما اثرش على اللعيبه؟ ان مجلس ادارته دخل استاد الوداد بيتخانق وبيعمل مشاكل قبل الماتش، ده ما اختلفتش معاه؟ انت هنا بتقول حاجه، انت بتقيم الموضوع بعد ما حدثت معطياته. انا اتفق مع فكره نشوف ده كان الافضل للفريق ولا لو هتسالني دلوقتي هقول لك لا، ما كانش الافضل للفريق، بدليل ان الاداره تعاملت تعامل مختلف بعد كده في كتير جدا من الازمات. لا، اتغيرت تماما طبعا، ولكن في وقتها ربما انا كنت اتبنى نفس الطرح، ولكن في قضايا كتير جدا حتى فيما يخص ملف حسين الشحات والتصعيد للاتحاد الدولي، او هل انتظار الشيبي زي ما حصل وبيراميدز اللي صعد، انا كان عندي وجهه نظر واضحه مكتوبه ان انا لا كنت مع التصعيد والاتجاه للاتحاد الدولي، طالما عندك خطاب من اتحاد الكره في يناير السابق بيقول فيه ان هو اللاعب خالف لوائح الاتحاد المصري، فكنت شايف ان مفترض الاداره تصعد. ده في اطار الاختلاف المقبول يعني. انا بص، انا في حاجات انا اديتك امثله والله يعني، انا عارف يعني، انا مش عايز اتنقل، عايز مش عايز ابان ان انا في صدام كل الوقت مع عايز اتنقل للجزء التاني. انا بس انا في حته مش عايز اتكلم فيها، بس هضطر اقول قصه حسين الشحات والشيبي. المشهد نفسه غلط، العقوبه نفسها غلط، الاصل اللي هي بتاع الماتشين ده يعمل الاثار دي كلها، وفكره ان ممكن بقى ان القانون بيقول ان بيراميدز ما يستخدمش والشيبي، لكن لازم نروح لاصل الحكايه. اصل الحكايه كانت غلط حتى وان اعتذر حسين، بس يعني دي حاجه يعني طيب عندك سؤال؟
توجهه لشادي؟ عندي سؤال اوجهه لشادي. شادي يعني كان بيتبنى من الناس اللي بتتبنى قضيه نادي القرن، وكان شايف ان الزمالك له احقيه في نادي القرن، وان هو عليه ان يصعد لاعلى الجهات الدوليه، وان الزمالك هينال احقيته. وقال جمله كده شهيره ان الزمالك هياخد حقه، هياخد حقه لو صعد لاي جهه دوليه. اين تصعيد مجلس الاداره السابق؟ اين تصعيد مجلس الاداره الحالي؟ اذا كنت ترى ان هناك جهات دوليه ستنصفك في هذا الملف الغير مبني على اي شيء مستندي، بل مبني على اطروحات في رايي تحتمل الكثير جدا من الخلط والمغالطات. اولا انا مش عضو مجلس اداره هنا ولا هنا عشان ياخد القرار، انا راجل بقول رايي. انا بسالك رايك. ما انا بقول رايي. انت صانع قرار ابدا. بقول رايي، ومن ثم مجلس اداره يسمع وما يسمعش دي حاجه ما تخصنيش. دي حاجه. فكره انه له حق، له حق. انت السؤال، انا دلوقتي ليا حق عندك، تمام؟ ممكن ما يبقاش معايا في اللحظه دي دليل ما، تمام؟ لكن لا طبعا ما عنديش حق ساعتها، لكن انا بتكلم على الزمالك يملك دليل، يملك ادله انه الناس اللي كانت بتدير الاتحاد الافريقي وقتها كانوا بيشتغلوا ايه وموجودين ازاي في النادي الاهلي. هنا نفس الصياغه اللي جبتها اللي كان في الاول، تضارب المصالح. اما يبقى مع عشان احترامي عضو في مجلس اداره النادي الاهلي وسكرتير عام الاتحاد الافريقي، ووضع القواعد ووضع الحاجات دي، هي دي وضعيه يعني قمه الضعف. حتى ولو كانت في الاخر تم اعتمادها وتم اعتماده وبنائها على ان النادي الاهلي ياخد لقب القرن رسميا، يعني اللي هو الكاف واللي خلاص على توجيه بيخدم مصلحه الاهلي. يعني يعني انا معلش شادي عايز استوضح شيء. فضل. انت بتختلف على المبدا، زي مثلا سي مثلا برلسكوني كان موجود في 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 في, في الميلان، موجود في رئاسه وزراء ايطاليا. انت بتتكلم حيدر باشا كان بيدير اتحاد الكوره من 23 بيدير نادي الزمالك من 23 ل 53. خد كام بطوله الزمالك وقتها؟ هقول لك بس يعني، وادار حتى لا يتحول الامر لسؤال مستمر، اسئله مستمره. انت سالت السؤال، اديني اجابه على السؤال اللي ساله فيما يتعلق بجزئيه نادي القرن. قلت ان نادي القرن انا في الاخر وجهه نظري كده، لكن مش انا اللي هو بيقول لي ليه الادارات ما اتخدتش حق. ممكن اقول انا ده في تعقيبي بقى. ماشي، ده تمام. مشكله الادارات مش مشكلتي. انت بتسيب حقك، دي حاجه ثانيه. حقك اللي هو ايه؟ انت من حقك تستدعي تروح تطلب تحقيق وتطلب كذا وتطلب كذا وتطلب كذا من الكاف و لانه طبيعي جدا ان ده امر منطقيا ما ينفع. على فكره لو جيت قلت لي دلوقتي يا شادي البطولات الافريقيه اتعملت سنه كام؟ هقول لك 66 تقريبا. تمام؟ يعني 2063 لو مين، لو انت عملتها بالقرن بقى 100 سنه فعلا، هقول لك النادي الاهلي دلوقتي على الورق هو النادي الاهلي، ما هو واخد اكتر بطولات و بس هنا ايه؟ بقى عنده البطولات التي تسمح له بانه يكون بطل القرن بس. عندك اه طبعا. انا حاولت افصل ما بين الاشكاليه اللي هي بتاعت هل انا عندي مشكله مع ازدواجيه المناصب ولكن ما عنديش قناعه ان ده نتج الى توجيه شيء. يعني كابتن حسن موجود هنا وهنا، كابتن مصطفى مراد فهمي موجود هنا وهنا، ولكن ما حصلش حيدر باشا. انا ما انا بقول لك اهو، فانا جيت ضربت مثال من حيث الشكل. حيدر باشا رأس الزمالك من 23 ل 52، وترأس اتحاد الكوره من 37 ل 49. ده لو بنتكلم على الامور الشكليه. حلمي زموره رأس اتحاد الكوره في 78 وهو رئيس لنادي الزمالك، ايضا ازدواجيه. لو بنتكلم على نتاج ده، حيدر باشا في فترته اللي احنا بنتكلم فيها اللي حصل فيها رئاسه اتحاد الكوره مع رئاسه الزمالك كانت نسبه البطولات 12 الى 10، ودي دوري؟ نسبه بالنسبه للكاس والدوري منطقه القاهره اللي كانوا موجودين في الوقت ده. فانت بتتكلم في مقياس، في مقياس لا طبعا ده في منطقه القاهره كان الفريقين بيشاركوا فيه. فانت بتتكلم ان في الوقت ده كانت البطولات قريبه. مهم جدا يا ابراهيم انا اقول ان لو احنا بنتكلم على مصطفى مراد فهمي، فمهم جدا نوصل ان مصطفى مراد فهمي بل بالعكس له ايادي بيضاء على نادي الزمالك، وانا اعني الكلام ده. مصطفى مراد فهمي له ايادي بيضاء على نادي الزمالك. نادي الزمالك ما كانش هيشارك في اول بطوله دوري ابطال افريقيا حققها سنه 84، لان المقاولين كان بطل دوري 83، الاهلي كان بطل الكاس، فبالتالي ما كانش هيحق للزمالك ان هو يشارك في دوري الابطال. ولكن نتيجه ان المقاولين طلب يشارك في كاس الكؤوس، الفريقين طلب يشارك في دوري الابطال، ولكن اتحاد الكره ما ارسلش خطاب شارك المقاولين
وشارك الاهلي في كاس الكؤوس ولم يكن يحق للزمالك المشاركه في دوري الابطال، صدر عن جريده الاهرام وقتها في عددها الشهير بيقول: وافق الاتحاد الافريقي على مشاركه الزمالك في دوري الابطال معدلا بذلك لائحته، وده كان لاول مره يحصل، وموقع على الخطاب سكرتير الاتحاد الافريقي مصطفى مراد فهمي. انا بتكلم لو هناك توجيه ولو هناك رغبه ولو طيب. وانا بتفق يبقى الراجل ده